نعم للأسف ينتشر بين الناس الخرافات والبدع والأشياء التي لا أصل لها في الدين، وللأسف يتركون ما في الشريعة. يعني أكثر العامة لا 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 توجد امرأة في عدتها تلتزم بعدم لبس الثياب المصبوغة، وكثير منهم يأخذ باجتهاد بعض الفقهاء في لبس المرأة للسواد، وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بألا تلبس ثوبا مصبوغا، فعليها أن تلبس الثوب الأبيض، أن تكون جميع ملابسها بيضاء، لأنه المتيسر من غير المصبوغ، وإلا فجميع الملابس الملونة كلها مصبوغة. وهذا الثابت الواضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفه الناس. نعم هذه هي المشكلة للأسف، إذا لم تلبس الأسود تكون فضيحة. طيب